واللي كان معروف عن الاستاذ الحداد انه كان دائما يلم حوله الطلبه ودائما وراءه الطلبه كيستاقوا منه المعرفه والنصائح والكلمات. وكان الله يرحمه وهو كفيف سقط في غرام واحد البنت نعرف منزلها وأهلها إلى آخره، وكان دائما يمر أمام المنزل إلى درجة أن المختار حداد الله يرحمه مسكين عنده واحد القصيدة شعرية يصف الغلو. تصوروا أن إنسان أعمى كفيف يصف الغروب، وهي قصيدة مهمة جدا. إذن اللي بغيت نقول لكم أنا في اللقاء هذا أن شو أن الأستاذ الحداد شاعر وعنده قصائد شعرية، ولكن الغريب الأمر أننا لحد الساعة ما عرفناش القصائد الشعرية في بشكل. أنا بغيت نكتب على المختار الحداد وعندي كتابة على المختار الحداد، ولكن بغيت نعرف عليه شنو عمل وشنو كتب. ما عرفتش ديك القصائد ديالو فين فين مشات، ولكن كنطلب منك إن شاء الله أننا نتعاونوا بحول الله باش نعرفوا الشيء الكثير على المختار الحداد، لأنه هذاك هو واحد الشخصية تاع رئيس اللي في الحقيقة تجهلت وما كانش كيخصها تجهل. انا عندي بعض المعلومات عليه سقطتها من الاعيان ديال البلاد ومن المعارف ديال البلاد، ولكن ما كفيهاش من الناحيه الماديه.